سؤال أخير يا شيخ، حكم تولية المرأة للقضاء؟ الله المستعان، أنت تسألني أنا اللي أعين أجيب رجال يعني. يعني من الممكن أن تعين في مسائل قضائية القضاء بين النساء في الأقضية النسائية التي لا يطلع عليها الرجال، لكن تعميم الكلام ده ما لم يرد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كنت قرأت في بعض الأخبار أن من يوم السبت القادم يوجد أكثر من 100 امرأة ستتولى القضاء فيما. والله يعني مش مشكلة تولي القضاء الآن المرأة، المشكلة حتى القوانين نفسها التي يتحاكمون إليها تخالف كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله. الله يسلمك.